الواضح ما يحتاج توصيات لأنه محكوم بالقانون، والقانون هو أصلاً واضح. ممكن توضحين أكثر دكتورة؟ يعني مثلاً أكو دراسة بموقوفين بتهم تعاطي المخدرات والتجارة بها. نعم. وهاي الدراسة أثبتت أنه أغلب اللي تم القبض عليهم هم ضحايا لانتشار المخدرات وترويجها، بينما لا يوجد أمر قبض بحق زعماء العصابة، تجار المخدرات وتجار الأعضاء، وهذا مؤشر خطير عن ارتباط الجريمة المنظمة بالفساد المنظم. هاي طالع على بيبيته وحاطة خشمها بالرايح والجاي. ايش قد اكره، دمرتني هاي، دمرتني. تدري هاي اكبر عدوة للموزعين الصغار تجار الاعضاء، وصارت مشهورة بين المدارس والطلاب والمناطق الشعبية. هاي راح تقطع رزقنا. لا لا خليها، بالعكس احنا لازم نوقف وياها.